ما أدري إيش صاير بالديرة، شكله تحدي بالبخاري. كل مطعم يقدم البخاري بطريقة غريبة وجديدة، والشاطر طبعا اللي يرضيك بالطعم والشكل وأكيد السعر. واليوم البخاري الأوزبكي صاد السالفة كلها ومسوي فنتق عجيب، مقلوبة البخاري. تفضل تفضل. يستخدمون دياي اليوم وفروعهم بأسواق القرين والعرضية الحرفية وحولي والجهرة، باقي بس يفتح بفريجكم. شي فاخر وراح يشبعك على الآخر. الخلطة ولا غلطة. سكرت تكفى. شوف الدياي ترف والنكهة نار، التقديم والشكل والطعم كلها على بعض مقطوعة موسيقية. بأنامل شيف عزفها بإتقان وقدمها لك بكل حب وحنان، وينسيك إنك ضعفان ومتنان، لأن البخاري الأوزبكي بتقديم وتحضير الأكل فنان. والسلام.